الأولوية بدون أدب، والدافع بدأ تسير كل عسير ونلقي فيه ما أدبت به المقادير، وتنوي الطيب معتقى والعفاف والهدى بنا يا معتق شاملة لكل نية صالحة نراها جابرة لله الصالحين سابقا ولائقا مما يحبه الله تعالى وارضى وبنية قبول قضية الرسول أمامه وصلاح شهر وقلوا بالملاك حسن الكتاب إلى حضرة النبي محمد المصطفى سيد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. الحمد لله اللهم إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثه، الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثه، الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثه، الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثه. بسم الإله وبه بدينا يا الله، عدنا غيره شقينا يا الله، يا حبذا ربه وحبتينا يا الله، وحبذا محمد نبينا يا الله، لولاه ما كنا ولا بقينا، إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثه، اللهم لولا أنت ما اهتدينا يا الله، ولا تصدقنا ولا صلينا يا الله، فأنزل سكينة علينا يا الله، ثبت الأقدام إلا خيلا مسلمين، إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا من جاء القاصد يا غوثه، والمشركون قد بغوا علينا يا الله، إذا أرادوا فتنة بينا يا الله، جمعهم علينا يا الله، طبق الأحاديث التي رأينا يا الله، فرددهم اللهم خاسرين، إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا من جاء القاصد يا آمينا. الله يا
قدير لك جلال الله يا مولى ويا نصير لك جلال الله أنت الملك الكبير لك جلال ليس عندنا لك معجزين إنا دعوناك تستجيب يا بصير لا تحرمنا فتحك المبين إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا من جاء القاصد يا غوثان الله يا ظاهر يا جليل يا الله يا الله يا من
يا رجل يا نور يا هادي وبديع يا رجل علمتنا بما جرى يكفينا إنا دعوناك السيد أمينا الله يا الله يا الله يا مرجع القاصد يا الله ذو الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام السيد المطلق للأنام ارحم عبيدا لك عابدينا إنا دعوناك استجب آمينا الملك الباقي فلا ينعدم المحسن الوالي الحفيد الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا إنا دعوناك السيد أمينا الله يا الله يا الله يا القاصد يا غفار الله يا وارث أنت الأبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد يا جلال لا كفو لا والد لا ولد يا جلال كف العدا عنا فقد آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غفار الله يا خالق يا قهار يا جلال الله يا نافع أنت الضار يا جلال الله يا بارئ يا غفار قوم لنا الدنيا وقوم دينا إنا دعوناك السيد أمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غفار الله رب العزة السلام يا جلال
المؤمن المهيمن العلام بالرحمة الأعلى العز التام من دينه الحق هو الإسلام أيضه اللهم الناصرين إنا دعوناك استجب آمينا الغافر المعطي الجاد المنعم العادل العدل الصبور الأرحم مكن لنا في أرضنا تمكينا إنا دعوناك استجب آمينا اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعف عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجابت عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سامح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذكر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج
يرد عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وال من والاها وعاد من عاداها وبلغها من الفتح المبين والنصر العزيز في كل زمان ومكان غاية مناها. اللهم أيد بها شرك القوي ودينك المبين وأدم عزها ومدها إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على طيب الله عليه وسلم.